أهلا بكم. بحسب البعض فإن الاتفاق كان يحمل في طياته عوامل موته، لجهة أنه احتوى على بنود لا يمكن تنفيذها بغض النظر عن الموافقة المبدئية من قبل طرفي الاتفاق. فهل تدمج الأطراف المدعومة من الإمارات فعلا قواتها العسكرية والأمنية ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية، وهي التي ظلت تعرقل هذا التوجه منذ سنوات؟ وبالمقابل، هل تقبل الحكومة الشرعية ومن خلفها الشعب اليمني الوجود الشكلي في محافظات يقال إنها محررة من سيطرة الميليشيا؟ بالأمس حدثت اشتباكات عنيفة في محافظة أبين بين قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات وبين قوات حكومية كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض. بعد مرور شهر كامل على توقيع الاتفاق إذن، يستمر الحال في عدن على حاله، والتغير الوحيد عودة رئيس الحكومة ليحتل مساحة هامشية على صدر صحيفة تمولها الحكومة، يظهر وكأن الهدف النهائي من الاتفاق هو منح الشرعية للوضع القائم بما يتضمنه من شرعنة سلطة الميليشيات والسيطرة المطلقة على كل الأطراف من قبل الرياض. النقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من أوتريخت بهولندا أستاذ الاجتماع السياسي دكتور عبد الباقي شمسان، ومن عدن الصحفي صلاح السقلدي. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد السقلدي. شهر كامل مر على توقيع اتفاق الرياض، وحتى الآن لم ينفذ منه سوى عودة رئيس الحكومة حتى بدون وزرائه. من الذي يعرقل تنفيذ الاتفاق بشكل كامل؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا، وجمعة مباركة على الكل. أهلا بك. بالتأكيد الطرف الذي تمنع كثيرا عن توقيع هذا الاتفاق ورأى في هذا الاتفاق بأنه استهدافا له واستهدافا لوجوده واستهدافا لشرعيته المفترضة هو الذي يعرقل ويعمل كثير من المنطبات لإجهاض هذا الاتفاق بدون أدنى شك. والطرف الذي رأى في هذا الاتفاق بأنه انتصارا له وانتصارا لقضيته السياسية والوطنية هو بالتأكيد الذي سيحرص على تنفيذ هذا الاتفاق ويسهل ويمهد الطريق ويسهل له السبل لإنجاحه وتطبيقه أو على الأقل لتطبيق الحد الأدنى منه. فما نراه اليوم هو عبارة عن سلسلة متصلة لما بدأ وشرعت فيه الشرعية وحزب الإصلاح تحديدا منذ شهرين عندما حاولت غزو عدن ودفعت بكثير من القوات. اليوم تعيد الكرة نفسها العملية وتنطلق من ذات المحافظة، أقصد هنا محافظة مأرب، تدفع بتعزيزات كبيرة تحت مسمى اللواء الحراسة الرئاسية، مع أن هذه التسمية الحراسة الرئاسية تم شطبها تماما من بنود الاتفاق واكتفى فقط بلواء واحد اسمه الحراسة الرئاسية. فلا أستطيع أن أتفهم، وكثير مثلي لا يستطيع أن يتفهم، ما الغرض من زج هذه القوة قرابة 70 طقم تتوجه من مأرب ويقودها شخص اسمه المعيلي وهو من مأرب؟ فما علاقة الحراسة الرئاسية بهذا القائد؟ ثم ستندفع هذه القوات بهذه الكثافة وبهذا التسليح إلى عدن لحماية رئيس هو أصلا لا يوجد في عدن وهو موجود في الرياض، والغرض بالتالي هو محاولة السيطرة على عدن ومحاولة استعادة تموضع هذه القوات من جديد بعد أن تم دحرها في الأشهر الماضية. وهذا بالوقت الذي يؤكد النوايا باكتساح الجنوب ثانية، فإنه يؤكد ويشير بوضوح إلى انتهاك بنود الاتفاق من أول لحظة له، ويشير بالتأكيد إلى أن النوايا ليست حسنة تجاه هذا الاتفاق. أما فيما يتعلق بالطرف الآخر فهو قام بعمليات دفاعية بعمليات احترازية لمواجهة هذا التوجه وهذا الاندفاع العسكرية نحو أبين ونحو شبا، وبالتالي كان يراد لعدن أن تكون تحت قبضة هذه القوات. إذا إجراءات احترازية قام بها الطرف الآخر، تقصد المجلس الانتقالي في أبين وفي شبوة. أسألك سيد دكتور عبد الباقي شمسان ذات السؤال المشترك، إذا مر شهر حتى الآن تقريبا على أو بشكل شهر كامل على توقيع اتفاق الرياض، وحتى الآن لم ينفذ منه سوى عودة رئيس الحكومة، حتى هذه العودة كانت بدون وزراء هذه الحكومة جميعهم، من الذي يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض برأيك؟
أعتقد أن المسألة ليست متعلقة بالعرقلة، نحن أمام اتفاق كان الهدف منه منح المجلس الانتقالي الموالي للإمارات صفة شرعية إقليمية وشرعية في الحقل السياسي، واعترافا به كلاعب رئيس في الحقل السياسي والتفاوضي، وأيضا على مستوى أيضا تمثيل هوية جنوبية. وبالتالي لا نتحدث نحن هنا عن عرقلة. الاتفاق كان كما جاءت المبادرة الخليجية وجددت شرعية صالح وقبل اليمنيون بالاتفاقية حتى يخففوا من الكلفة المجتمعية والوطنية، قبلت السلطة الشرعية اتفاقية وسأعطي لك تدريجيا، أنها ليست عرقلة حتى إذا نفذت هذه الأجندة مستمرة كصيرورة للمشروع الإماراتي السعودي بفك الارتباط وإضعاف السلطة الشرعية، وسأثبت ذلك من خلال البنود الاتفاقية. بذلك المجلس الانتقالي الجنوبي كان الهدف فقط منح الشرعية، ولكن هو لا يمكن له أن يفرط بما بسيطرته على الجغرافيا، لا يمكن أن يفرط بما حققه من مكاسب ودعم إماراتي، لأنه حتى الضيف من عدن يتحدث أن هناك قوات جاءت إلى عدن. الذي يتحدث عن سلطة شرعية وعن دولة واعتراف بالسلطة الشرعية اعترف بقواتها، بالتالي هذا يعني أن هذه القوات لا تتبع، لا علاقة لها بالاتفاق، وبالتالي نحن اتفقنا فقط امنحونا الشرعية. وحتى الحديث في الاتفاقية، لكن السيد الصقلدي يقول يعني ما دخل 70 طاقم يأتوا من مأرب وعلى رأسهم شخص من مأرب، ما دخلهم بألوية الحماية الرئاسية أو لواء الرئاسة؟ حسب المعلومات الواردة هم أحد سرية من سرايا الحرس الرئاسي، ومن ثم الموضوع لا يتعلق. ما الذي هذه قوات شرعية تتحرك في الجغرافيا كما تشاء، وهناك حسب ما هو مكتوب سلطة يعني ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، وهذه المفردة تم تكرارها بعد ما قامت به الإمارات من أفعال في الداخل اليمني. تم في هذا الاتفاق تعميم التحالف الداعم للشرعية، تم المزاوجة أو ما يسمى بالتماثل بين المجلس الانتقالي والجنوب، وكأنه هو يمثل الجنوب، وهو يعني الحديث عن مجلس انتقالي يعني الجنوب، والجنوب يعني المجلس الانتقالي. ثم الحديث عن مناصفة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، يعني المناصفة بين السلطة الضعيفة والمجلس الانتقالي، لأن الشمال ما زال لم تكتمل تحريره، وما زال الشمال الحوثيين مسيطرين عليه. إذا أنت تتقاسم السلطة مع من؟ تتقاسم السلطة وتقوي بسلطة بطبيعتها ضعيفة. إذا هناك في هذا الاتفاق أعتقد أن المجلس الانتقالي حقق هدفه، وبالتالي الحديث عن انسحاب أو عن تطبيق بقية البنود حتى إذا سيحتاج وقت طويل سيعرقل، وإذا نفذ في المستقبل فالاتفاق لصالح المجلس الانتقالي وليس للسلطة الشرعية، ولن يحقق استقرارا، لأن هناك كثير من الألغام وحقول الألغام. ثم هناك عنصر آخر، هناك تماثل بين التنظيمات الإرهابية والإصلاح، بمعنى أنه الجيش الوطني يعني إرهاب، اللي هو يعني إعادة تنظيم ما يسمى بقوات الخاصة، يعني الإصلاح والسلطة الشرعية، مكافحة إعادة السلم والاستقرار وإدماج الجيش اللي هو ما يسمى بالقوات التشكيلات العسكرية لمجلس الانتقالي للميليشيات، بمعنى أنها تتخلص من قوات الشرعية ومن القوات التي هم يسوقوا أنها تابعة للإصلاح، بينما هذا كله عبارة يحتاج إلى تفكيك النص. الاتفاقية هذه عبارة عن حقل ألغام، السلطة قوضت ذاتها واغتالت ذاتها بهذا الاتفاق. أعود إليك سيد الصقلد، يعني إلى الآن يبدو وكأن يعني عندما يكون هناك قوات تابعة للحكومة هي في طريقها إلى عدن بموجب اتفاق الرياض، أن تقول هي من مأرب، هذا الأمر ليس مناطا. مسألة تحديد أين ما هي طبيعة هذه القوة لم يحدد في الاتفاق. الرئاسة قالت أن هذه
قوات تتبعها والحكومة قالت هذه قوات تتبعها فيجب أن تذهب، هكذا نص الاتفاق كما يقول كثيرون. لكن الآن القوات التابعة للانتقالي تشتبك معها وتواجهها في أبين وتمنع دخولها. إذا كما يقول دكتور عبد الباقي شمسان، ما يريده المجلس الانتقالي في حقيقة الأمر هو أن يوافق على جزء أو يمرر الجزء الذي يناسبه من الاتفاق ويرفض ويواجه الجزء الآخر الذي لا يناسبه. ربما إلى قبل توقيع هذا الاتفاق كان من حق الشرعية أن تتحرك بالجغرافيا التي هي متواجدة فيها، لكن بعد الاتفاق هناك ضوابط وهناك محددات للتحرك أي قوات داخل الجنوب سواء من الطرف الانتقالي أو من طرف الشرعية. فالبنود وضح كيف يتم تشكيل هذه الوحدات من جديد، وكيف يتم تجميعها سواء خارج عدن او خارج المحافظات، وكيف تجميع سلاحها. اما طيب ان يتم الامر بهذه الصوره فهذا مخالف لل... اسمح لي اسمح لي فضل. اسمح لي اسمح لي عندما يتصرف طرف واحد ويشكل قوه بهذا الحجم وبهذا الكم الهائل من طرف واحد ويسلحها بهذه الاسلحه وينطلق من محافظه هو مسيطر عليها دون أن يكون للتحالف ولا للطرف الثاني الانتقالي أي دور ولا أي تشاور ولا أي تنسيق ولا أي إشعار، فهذا بالتأكيد هو تفرد وتمرد على الاتفاق. الاتفاق واضح بأن في الجنوب القوات لا يمكن لها أن تتصرف بمعزل عن الآخرين، اليد الطولة وفقا لهذا الاتفاق هي للتحالف وللسعودية بالتحديد. لكن الاتفاق ايضا واضح سيد الصقلي، الشرعيه والاطلاع بهذا الاتفاق ايضا واضح فيما يتعلق بان يجب دمج هذه القوات التشكيلات العسكريه الموجوده حاليا في هذه المحافظات تحت اطار وزارتي الدفاع والداخليه. هذا يعني انها ستتحرك بقرار من هيئه الاركان، اتحدث عن القوات العسكريه. اذا ما الذي تريده هيئه الاركان سيحدث؟ هذا الذي يفترضه هذا الاتفاق، ليس ما يريده ما تريده هذه الميليشيات على الأرض. عملية هنا أولا ليس لم يتحدث البنود عن عملية دمج أو ضم، هو تحدث عن عملية تنظيم، والتنظيم هذا مناط بلجنة مشتركة من قبل التحالف ومن قبل الشرعية ومن قبل الانتقالي. إذا كان تحرك هذه القوات من مأرب اليوم وأمس كان وفقا للبنود الاتفاق، فلماذا السعوديه سترسل يوم غد لجنه لفض الاشتباك ولفض هذا الاشتباك الذي حصل في مأرب اذا كان هناك تنسيق او على الاقل اشعار للتحالف دون الانتقالي؟ فما حصل هو عمليه من طرف واحد بدون شك، وهو بالتالي يؤكد ويشير بأن النوايا ليست طبيعية على الإطلاق. فهناك كان الاندفاع وكان نوع من العنجهية ونوع من الصلف يعني بشكل واضح، وشاهدنا كيف تم التعاطي مع القوات والنقاط داخل أبين وداخل شبوة وكأنهم هم أصحاب الأرض وكأن السيادة لهم وكأن الاتفاق فقط تم تفصيله لمصلحتهم وليس هناك أطراف معنية بهذا الاتفاق. أعود إليك دكتور عبد الباقي، سمعت ما قاله ضيف الآخر السيد الصقلدي. الآن يعني في نهاية المطاف عاد رئيس الحكومة إلى عدن فيما تم منع باقي الوزراء، كما أيضا تم منع وصول قوات تابعة للحكومة كان يفترض دخولها إلى عدن أيضا كما تحدثنا بحسب الاتفاق. برأيك يعني هذا يعيدنا إلى نقطة البداية، ما هو الهدف من الاتفاق إذا بحسب من وضعه وبحسب أيضا يعني أنت تقول المجلس الانتقالي حقق أهدافه، لكن ماذا عن الحكومة الشرعية أيضا؟ أين موقعها؟ دعنا نتكلم بوضوح. الحكومة الشرعية نحن نعرف أن لا يمكن لنا نتحدث عن حكومة لها 5 سنوات في المهجر، حكومة غير قادرة على صناعة أو ممارسة حقها في السيادة، حكومة ضعيفة مهمتها هي نقل السلطة في مرحلة لاحقة بعد هذا الاتفاق إلى حكومة في مشاورات قادمة بين طرفين رئيسيين، المجلس الانتقالي الموالي للإمارات والحوثيين.
لذلك في هذا الاتفاق دعني أوضح، الحكومة عندما عادت سمحوا لها بالعودة فقط لتسليم المرتبات والقيام بإجراءات، لأن هناك يعني ترتيبات إدارية وهناك سلطة وهناك بنك مركزي وهناك قرارات، هم بحاجة إلى وقت للسيطرة على المؤسسات وهناك نوع. لكن دكتور هذا الاتفاق تم بإشراف التحالف في نهاية المطاف وهو الضامن لهذه لإنجاحه في نهاية المطاف، إذا حصلت مواجهات مسلحة من قبل ميليشيا بداخل هذه المحافظات المحررة فإنها يفترض أن تعاقب من قبل ضامن هذا الاتفاق، أليس كذلك؟ ومن قال لك أن التحالف هدفه التحالف يكمل استراتيجيته بتقسيم الجغرافية اليمنية؟ لأن عندما يتحدث التحالف عن عندما يقسم التحالف السلطة بين المجلس الانتقالي والسلطة الشرعية الضعيفة باعتبار المجلس الانتقالي جنوب والسلطة الشرعية شمال، ونحن نعلم ذلك، عندما يتحدث عندما يدمج ما يسمى بالتحالف دعم الشرعية، ونحن نعرف أن ليس هناك تحالف دعم الشرعية بل تحالف تقويض الشرعية، عندما يعطي شرعية 90,000 من الميليشيات الموالية للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات، عندما يحاول أن يعطي شرعية لترقيم هذه القوات يمنحها الصفة العسكرية، عندما يقوب سلطة السلطة الشرعية ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن تعيين وزراء إلا بالتشاور مع السعودية اللي هي تعب يعني هي الواجهة ومع المجلس الانتقالي، وبالتالي أفقد الرئيس ولم يعد هو أصلا متنازل تقريبا عن صلاحياته وعن ممارسة السيادة، وهم أفقدوه بوثيقة أنه غير قادر على تعيين محافظين، غير قادر على تعيين مدراء أمن، غير قادر على يعني إدارة الجغرافيا الوطنية ومؤسسة الدولة، حتى الوزراء الذي كان لهم صوت قوي أضافوا بند أنه لحكومة من كفاءة وطنية ولم ينخرطوا في أعمال. طبعا الناس فسروها قالوا هذا ينطبق على عيدروس وبن بريك، هم هؤلاء طموحهم أكبر من وزراء، هم يريدوا يزيحوا وزير النقل ونائب رئيس الوزراء السابق الميسري وكل من وقف مع الشرعية. ولاحظ ضيفك، أنا أقولها بوضوح في هذا البرنامج، المجلس الانتقالي عندما يتحدث الآن بين طرفين، يعني هو ليس جزء في مواجهات ما يسمى بالمشروع الإيراني وليس جزء من الدولة، بوضوح دون تضليل وبرمج، المجلس الانتقالي لا يعترف باليمن بالجمهورية اليمنية، وباعتبار الدولة اليمنية دولة فدرالية أو كونفدرال لا يعترف بذلك، لا يعترف بالسلطة الشرعية، هو يريد الحفاظ على ما تحقق بدعم من الإمارات بالطيران بقصف الجيش الوطني بإضعاف السلطة خلال 5 سنوات، وبالتالي يحتاج إلى يعني عمليات تدريجية للسيطرة على المناطق الجنوبية والهيمنة عليها، وإلا إذا كان طرفا أساسيا في هذا الاتفاق هذه قوات شرعية وأنت جزء يعني جزء عدت كمكون إلى الشرعية، لكن الاتفاق أيضا يعطي للمجلس الانتقالي كطرف، وبنفس الوقت هو الجنوب عندما يذهب إلى مشاورات ركز معي على جملة خطيرة، مشاورات للمجلس يوفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي، يعني أنه هذا الطرف يمثل المجلس الانتقالي الجنوب لإنهاء الانقلاب بعد، يعني هذا نوع من التضليل، إنهاء الانقلاب هو سيذهب لفك الارتباط وإلى حوار بين نانكتر ستيت ثنائي شمال جنوب، السلطة الشرعية انتهت بهذا الاتفاق انتهت. طيب فيما يتعلق بنقطة مسألة يعني أن هناك نقاط غير واضحة، وتحدث يعني السيد، أنا أقصد فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الآن على الأرض، أسألك سيد السقلدي، يعني في نهاية المطاف هل تعرض المجلس الانتقالي للضغط عندما لحظة توقيع الاتفاق؟ لأن الاتفاق واضح ونصوصه واضحة ومسألة الدمج واضحة ومسألة المرجعيات التي حددها الاتفاق واضحة، ولا تنص أي منها على مسألة فك الارتباط أو الأهداف التي رفعها الانتقالي في سياق مواجهات الحكومة العام يعني في هذا العام في منتصف هذا العام. هل الانتقالي تعرض للضغط من قبل السعودية
توقيع هذا الاتفاق والآن يحاول التملص من الاتفاق عن طريق محاولة عرقلة تنفيذه؟ كثير من الأصوات المحسوبة على الشرعية تقول بأن هذا الاتفاق يصب في مصلحة المجلس الانتقالي ومصلحة الجنوب ومصلحة القضية الجنوبية، ومنهم الدكتور عبد الباقي عندك هناك في الاستديو يؤكد هذا، ومعه حق فعلا بأن المجلس الانتقالي حقق كثير من بهذا الاتفاق، حقق للقضية الجنوبية كثيرا من الانتصارات وبالذات على الجانب السياسي. دعني بالبداية يعني هل أيضا من هذه النقاط، هل هذه من النقاط التي حققها أيضا؟ يعني هو في نهاية المطاف منع شخصيات جنوبية، أتحدث مثلا عن الوزير الجبواني، أتحدث عن أيضا الميسري، من التواجد في محافظات جنوبية أيضا. هل هذه من أهداف القضية الجنوبية سيد الصقلدي؟ الجنوبيون لهم أرضهم ولهم وطنهم، لا يمكن أحد أن ينتزع جنوبيتهم على الإطلاق، لكن بالتالي هناك قضية جنوبية وهناك يتم الفرز ومن خلال الموقف الجنوب كل جنوبي من هذه القضية، هل هو ينتصر لا أو أنه ينتصر للطرف الثاني ويحشد ويصطف مع الغزاة لضربها والاحتلال الوطن من جديد. هنا المعيار عن هذه الجنوبية، أما فيما يخص الجنوبية كجغرافيا وانتماء فجنوبي لا غبار على ذلك. لكن دعني هنا أعرج على بعض المغالطات التي تعرض لها الدكتور عبد الباقي عندما يقول بأن المجلس الانتقالي هو ميليشيات وهو لم يحارب الوجود الإيراني. من الذي يحارب الوجود الإيراني في الجنوب؟ سؤال أتمنى أن يجيب عليه الدكتور عبد الباقي ومن ينحو نحوه بمثل هذه المغالطات. المجلس الانتقالي والقضية الجنوبية هي قضية سياسية، هي قضية وطنية، ولدت من رحم فشل مشروع وحدوي بين دولتي اليمن، وبالتالي تجاهل هذه القضية هو ما أوصلنا إلى هذا الواقع. وللأسف استمرار تجاهل القضية الجنوبية مستمر وسيضاعف من كثير من هذه المآسي على الشمال والجنوب. الاعتراف بالقضية الجنوبية اعترافا بوجود أزمة باليمن، وبالتالي معالجتها معالجة صحيحة بدون التهرب عن هذه الحقيقة. أما فيما يتعلق بوجود الحكومة فهي حدد الاتفاق بأنها تعود لصرف المرتبات ولإعادة الخدمات. إلى الآن هي تساوم بالمرتبات وتماطل بتوفير الخدمات. معظم عدن الليلة هي غارقة في الظلام، وهناك سفن ترسو في ميناء الزيت ولا يسمح لها أحد بتفريغ الوقود والديزل لشركة الكهرباء. يعني أفهم منك أن الحكومة تحاول أن تقدم خدماتها للمواطنين وهناك عراقيل. طيب أسألك، أنقل تساؤلك إلى الدكتور عبد الباقي شمسان. العرقلة من الحكومة، بدون. لكن الحكومة عادت، يعني في نهاية المطاف. سيد الصقلدي. عادت ولم تعمل شيء. رئيس الوزراء عاد، بالأصح من سمح له. سيد الصقلدي حتى تسمعني، يعني رئيس الوزراء من سمح له بالعودة عاد، يعني في نهاية المطاف العرقلة إذا ولابد كانت هي من وقف ضد عودة بقية الوزراء إلى داخل الأرض، إلى داخل المحافظات المحررة. لا يحتاج، لا لا لا. إلى عدن. صرف الرواتب وتوفير الكهرباء والتوفير لا يحتاج إلى 33 وزير، يحتاج إلى أمر وإلى تنفيذ هذا الأمر. البنك المركزي وزير الداخلية منع من الدخول وليس متواجد الآن هناك على الأقل. هذه الحكومة هذه لها مهمة واحدة فقط وفقا لهذا الاتفاق، مهمتها عودة لفتح المرتبات وتوفير الخدمات فقط. ما هي خدمة الأمن؟ دون ذلك سيد الصقلدي، خدمة الأمن هي خدمة أيضا. خلي بالك، الأمن هو خدمة أيضا تقدمها الحكومة. هكذا قبلت الحكومة، هكذا وقعت على البنود، وهكذا ارتضت أن تكون مهمتها. أما فيما يتعلق بالمهمات، يا سيد الصقلدي، الأمن هو خدمة تقدمها الحكومة، لكن وزير الداخلية منع من العودة. الذي منعه هو منع نفسه، لأن هناك الاتفاق في المرحلة في الجانب الأمني هو مناط بالحكومة اللاحقة. فعودة هذا الوزير إلى الآن هو سيكون عديم الجدوى، لأن المهام لكن الأمنية ألم يقل قائل أن أيضا الخدمات مناط بها الحكومة اللاحقة؟ كلها بيد الوزير الذي سيأتي. نعم، بما فيها الوزير الداخلي اللاحق
الذي سيأتي في الحكومة اللاحقة هو مناط بها، مناط كل الترتيبات الأمنية والعسكرية وحتى السياسية والاقتصادية، هي مناطة بالحكومة القادمة. أما هذه الحكومة فهي مهمتها محددة، فتح المرتبات وتوفير الخدمات، ومنها الخدمات الأساسية والضرورية مثل الكهرباء والمياه. وهذا من الذي حدده؟ من الذي حدد هذا الكلام؟ لأن الاتفاق كامل، الاتفاق شامل، فيه ترتيب زمني وفيه تحديد لسحب القوات وفيه تحديد لدمجها. الاتفاق كامل وموزع على حكومتين. الاتفاق شامل وموزع على حكومتين. الحكومة الحالية مهمتها فقط فتح المرتبات التي تمسكها وتساوم بها وتماطل بها وتعبث بالخدمات. أما ما دون ذلك وكل الترتيبات القادمة فهي للحكومة المناصفة التي ستكون بين الطرفين. لأن لا يعقل أن تنفذ هذه الحكومة البنود من طرف واحد وهي طرف وهي خصم. طيب للتوضيح فقط، الطرفين هم جنوبيون وشماليون، 50% من الجنوب و 50% من الشمال، وليس هناك تحديد لجهات سياسية تحمل هذه، يعني لتكون طرفا في هذا السياق. أعود إليك دكتور عبد الباقي، سمعت تساؤل السيد الصقلدي وكذا، هناك نقاط طرحها فيما طرحه، أن في نهاية المطاف هذه الحكومة عليها تنفيذ يعني صرف المرتبات، تسيير الأعمال إلى أن تأتي الحكومة القادمة التي تم الاتفاق عليها، كما يقول اتفاق الرياض 50% من محافظات الجنوبية و 50% من المحافظات الشمالية. تفضل. أولا لن تأتي الحكومة القادمة بسهولة. ضيفك يعني يناقض ذاته بذاته ويكشف بشكل واضح ما الذي يتم ترتيبه للمناطق الجنوبية. هو يعتبر أولا أن السلطة الشرعية وما يسمى أبناء المناطق الشمالية هم الغزاة، ولا يمكن لأي جماعة أن تتحدث عن إعادة كيان الدولة أو يعني الحديث عن أننا نعيد تشكيل هذه الدولة لمواجهة الانقلاب مع الحوثي وإعادة، وأن السلطة الشرعية جزء، هو يتحدث عن غزاة، وأن هذا الجيش اللي تابع للرئاسة هو نوع من الغزاة، وأي قوات قادمة من الشمال هو نوع من الغزاة. لا يمكن للمواطنين اليمنيين التحرك من أبناء المناطق الشمالية في عدن أو كذا، وهذا يتناقض مع المادة 3، الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي ومذهبي. ثم أن السعودية لن تغفر للميسر ذلك التصريح ولا القبواني، وبالتالي وضعت لهما بند لن تغفر لهذا التصريح لمواقف الجبواني والميسري بسهولة، ولهذا وضعت لهم بند يقول لكل من يساهم في التحريض في أهداف، وهذا هو مقصود به كل القيادة العسكرية وهؤلاء الوزراء. ولهذا الضيف يقول هو يربط بين المجلس الانتقالي هو الجنوب، كل جنوبي لا يعني يختلف مع هذه الجماعة التي لم تحقق شيء للقضية الجنوبية، حققت أجندة إماراتية خليجية، ولهذا مصير اليمن لا هذه الخطة الإماراتية لن تنجح بتقسيمه إلى شطرين، المسألة في غاية التعقيد. أما ما يتحدث به، هم أرادوا حكومة فقط مؤقتة تقوم بصرف مرتبات، تقوم بتسيير، تمنح، لأن طبقوا البند الأول، عاد رئيس الحكومة متأخر وتمت له عراقيل، لكن مهمته هناك مطالب شعبية. أما بخصوص إيران، ما إيران وأن الجنوب وإلى آخره، هو يعرف أن قوات الشرعية ضربت بالطيران الإماراتي، وأن من قوض السلطة الشرعية هو الإمارات، وأن 90,000 من الميليشيات تم تدريبها على دكتور عبد الباقي. هناك مشكلة في التواصل. دكتور عبد الباقي هل تسمعني؟ الصوت يبدو أن هناك خلل في وصول الصوت إلينا. طيب أعود بهذه النقاط، من هذه النقاط بالأصح سيد الصقلدي، يعني الأحداث الأخيرة أثبتت أن المجلس يبدو أنه لا يتمتع بالقوة التي يوهم أنصاره بها، فلماذا يبدو أنه مصر الآن على عرقلة تنفيذ الاتفاق على الرغم من أنه يضمن له دورا جيدا، مخرجا جيدا، أفضل بكثير من الحالة القائمة التي لم يستطع في نهاية المطاف أن
يحقق فيها فك الارتباط كما يرفع بشعاراته دوما. الدكتور عبد الباقي يقول بأن القوات الشرعية ضربت، وهو يتحدث عن تحرير صنعاء. ضربت من قبل القائم. هذه القوة ضربت عندما كانت تحاول تقتحم علن ولاية صنعاء. ضربت للتنويع اولا. اما فيما يتعلق بان المجلس الانتقالي هو الذي يعرقل، فانت تتحدث وكان الامر محسوم، وكان الذي يعرقل هو المجلس الانتقالي الذي هو اصلا المستفيد من هذا الاتفاق. فكل الشواهد وكل الدلائل، وانا اتحدث من عدن، كل الدلائل تشير بان الطرف الاخر هو الذي يسعى لاجهاض هذا الاتفاق على غرار ما تم اجهاض وثيقه العالو الاتفاق في عام 94. تم التوقيع ثم تم الافشال. تم التوقيع في عمان، واليوم تم التوقيع في الرياض في عام 94 عندما عاد علي سالم البيض الى عدن، شنت الحرب وتم تفجير الوضع العسكري وفي ابين تحديدا. اليوم عاد العيدروس الزبيري الى عدن وتم تفجير الوضع في عدن، وكان السيناريو يعيد نفسه تماما. وهي بالمناسبة هذه هي نفس القوى التي عملت على إفشال المشروع السياسي الطموح والمدني بطيع قتل عاد والاتفاق، وتم التآمر عليها وتسميتها فيما بعد بوثيقة الغدر والانفصال. اليوم يعترفوا باتفاق الرياض، يعترفوا على مضض، ولكنهم من تحت الطاولة يحاولوا إفشاله تماما كما حاولوا إفشال المشاريع والاتفاقيات الماضية. اليوم يتم تفجير الأوضاع السياسية والعسكرية في أبين وفي شبوه، والغرض من هذا كله هو واضح جدا، وهو رأس الجنوب هو المطلوب. لكن دعني أسأل، هذه القوة التي تسعى إلى إجهاض الاتفاق، ما هو البديل؟ بالتأكيد البديل هو مزيدا من الاحتراب ومزيدا من التشظي للشمال والجنوب على السواء، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم. فالجميع يجب أن يتمسك بهذا الاتفاق كآخر حبل ممكن أن نتمسك به للخروج من هذه الورطة ومن هذه الأزمة ومن هذا الوضع المأساوي ومن هذا الضياع الذي نعيش فيه جميعنا. أتمنى على هذه القوى بأن تدرك جيدا بأن الجنوب ليس جنوب 94، وبأن الوضع الإقليمي ليس الوضع عام 94، ولا الشمال ولا قواه التي غزت الجنوب هي نفسها تتمترس وتمسك بنفس الأدوات ونفس القوة. الجنوب الشمال اليوم متشظي، الشمال اليوم منهك منهار، والجنوب كذلك لديه، والجنوب بالمقابل استطاع أن يعيد نفسه واستطاع أن يثبت على قدميه قياسا بالوضع الذي كان في عام 94، وبالتالي فالمعادلة تغيرت تماما وانقلبت رأسا على عقب. يعني هو في نهاية المطاف رئيس الدولة سيد الصقلدي، رئيس الدولة في نهاية المطاف هو جنوبي، أغلب الوزراء هم جنوبيون أيضا، أو كثير من الوزراء هم جنوبيون. دعني يعني أعود، إذا كان جنوبية الرئيس علي عبد ربه منصور هي انتصار للجنوب، فهذا يعني أن الشمالية علي عبد الله صالح خلال ربع قرن هو ظلم وإجحاف وتعسف للجنوب، فيما كان الشمالي يعتبر أن عندما نشير إلى أن الرئيس الشمالي كانت يحصل نوع من الهستيريا للقوة في الشمال، ويقولوا بأن الرئيس هو رئيس اليمن كلها، لماذا اليوم يعتبر عبد ربه وتشير إلى جنوبيته فيما كنتم ترفضوا الإشارة إلى شمالية علي عبد الله صالح؟ هذا تناقض صارخ ومغالطة واضحة ومحاولة لدق السين بين الجنوبيين. وأنا هنا أتمنى على كل الجنوبيين بأن يدركوا مدى هذه المؤامرة ومدى هذه المكائد ومدى هذه الحيل التي يتم نسجها اليوم. اليوم يتم استخدام الحرس الرئاسي لدق الجنوبيين فيما بينهم فيما هذه الألوية. طيب إذا لماذا رفضت يعني سيد الصقلدي، أنت قبل قليل رفضت في كلامك أن يكون الحرس يعني أحد الحرس الرئاسي أو قائد الحرس الرئاسي من منطقة شمالية، إذا كانت المشكلة هي الحفاظ على أمن الـ 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 السكان والساكنين في الجنوب، وإذا كنت تعتبر أن هناك من الجنوبيين من يخون هذه القضية الجنوبية، لماذا تتحفظ على تواجد شخصيات ليست من الجنوب إذن لحفظ الأمن في هذه المناطق؟ أنا هنا هناك تناقض في كلامك. أفضح بأن للذي تحدث بأن هذا اللواء الأول بأنه حرس رئاسي لا صلة له بالحرس الرئاسي على الإطلاق. الحرس الرئاسي الذي مفروض أن يكون سيتم تشكيله من جديد وهيكلته من جديد وتشكيل قيادة له من جديد.
لا علاقة للمعيلي هذا على الإطلاق. ولماذا أشرت أنه من مأرب إذن؟ بالحرس الرئاسي. لماذا أشرت أنه من مأرب إذن؟ لأن الحرس الرئاسي أو ألوية الحرس الرئاسي دائما ما يشار إليها كإشارة جغرافية جنوبية، وهما هنا عندما يتحدثوا عن الجنوب فإنهم يستخدموا مصطلح مفردة الحراسة الرئاسية لمعرفة الجنوبيين بأن هذه الإشارة أنها تعني عبد ربه منصور بالضرورة. والعكس صحيح، فعندما يتحدثوا بمأرب يتحدثوا عن الجيش الوطني، لكن عندما يتحدثوا عن جيشهم في الجنوب فإنهم هنا يشيروا إلى ألوية الحراسة الرئاسية، وكأنهم يقولوا بأن أي جنوبي يعترض عن هذه الألوية فإنه بالتأكيد يعترض على رئيس عبد ربه ويعترض على الجنوبيين الآخرين الموجودين في الشرعية. طيب أعود إلى دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، هناك فكرة كنت تتحدث عنها وكذا، يعني الآن وفقا لهذه الأوضاع التي تقولها في نهاية المطاف يعني الحكومة الشرعية يعني مشتتة، أن تقول أنها غير قادرة على أن تكون موجودة على الأرض، تقول أيضا أنها بلا رؤية إلى آخره، تنتقد هذه الحكومة كثيرا. في نهاية المطاف أن تتمسك هذه الحكومة بورقة لتنجو بها أو لتغطي بها عوراتها على الأقل، فهو خير لها من أن تتحلل في نهاية المطاف، من أن تفقد شرعيتها في يوم من الأيام وأن تمتلئ البلاد بالميليشيات. على الأقل هذا الاتفاق هو في مصلحتها إذا كان كذلك صحيحا. لماذا إذن تحاول الحكومة المماطلة أو لا تنفذ الاتفاق برأيك؟ سأكمل بس الفكرة اللي قطعت وثم سأجيب على سؤالك. أقول أيضا للضيف بخصوص مواجهة إيران، أقول أن المجلس الانتقالي وتدريب عيدروس في ضاحية لبنان هذه علاقة تكاملية، لأن هناك تنسيق بإضعاف السلطة الشرعية من الطرفين بغض النظر عن التنسيق العقائدي، هناك تنسيق سياسي استراتيجي، والمجلس الانتقالي يسير في استراتيجية تخدم إيران، وكل مستفيد من هذه الاستراتيجية الإماراتية والإيرانية السعودية لتصدية اليمن وتقسيمه. هذا الحديث عن مواجهة إيران، الحديث أنهم جزء، الضيف واضح وصريح يجر ويقوم بتضليل الرأي العام، الحديث عن 94، عن الغزاة، عن نفس الأطراف، هذا خطاب. هو يقول أن وثيقة العهد والاتفاق يراد بها أن تحدث، يراد لاتفاق الرياض أن يحدث به ما حدث لوثيقة العهد والاتفاق في عام 1993 وما حدث لها بعد حرب 1994. لا علاقة لاتفاق الرياض باتفاق العهد والاتفاق، لك هنالك مرحلة مرت وهناك اعتراف بالقضية الجنوبية. يعني لماذا سيد دكتور شمسان في نهاية المطاف يقول سيد الصقلدي، يعني يبدو من خلال كلامه أن المجلس الانتقالي يعطي للجنوبيين، ينتصر للجنوبيين وينتصر لما يريده الناس هناك، الأغلبية على الأقل في الجنوب، هكذا يفهم من كلامي على الأقل. نحن نتحدث عن الانتصار اليمنيين، الحديث عن استعادة الدولة، هو يضلل الرأي العام ويتحدث عن دروع ويتحدث عن، شوف، السلطة الشرعية غير معترف بها، علما انه لدي موقف ان عبد ربه منصور هادي خدم قضية المجلس الانتقالي وقدم، وربما يعتبر بطلا وطنيا في المستقبل، لأن الذي أضعف الدولة والذي صمت على كل ما يحدث والذي غض الطرف عن الإمارات وما تفعله وغض الطرف عن وجود أحزمة ونخب، الذي غض الطرف عن إغلاق مطار عدن، الذي غض الطرف عن السجون السرية، الذي غض الطرف عن عدم ممارسته عبد الربه منصور هادي، بالتالي هذا الرجل سيعد بطلا وطنيا في المستقبل، لأنه حقق لهذه المطالب المناطقية ولقضية. نحن لا ننكر أن هنالك مظلمة جنوبية، لكن هناك مظلمة يمنية، كيف يمكن نعالج هذا دون خطاب تعصبي؟ هذا خطاب المجلس الانتقالي، لا يمثل الشعب الجنوب، لا يمثل تطلعات الشعب، يمثل
المصلحة الإماراتية واستراتيجيتها والسعودية أيضا معها شريك. لذلك هذا المجلس إذا كان لديه يعني هو يقول تحركت القوات باتجاه عدن وتم ضربها، ضربها من قبل من؟ من قبل القوى الوطنية، من قبل دولة جاءت لحماية الشرعية. لماذا يسكت عبد الرب منصور هادي على دم الجيش الوطني؟ إذن هذا الرجل متواطئ في هذه لو ناقشنا الموضوع بجدية. أما الحكومة هذه حكومة لها منافع، لها شقق، لها مرتبات تم شراءها وإضعافها، وبالتالي الحديث عن اتفاق وأنه وتشبيهه بالعهد والاتفاق حتى طيب وضحت الفكرة دكتور. دعني أعود إلى سيد السقلدي. دعني أعود إلى سيد السقلدي. ثانية مسألة الوقت دكتور. يعني في حرب لا يتحدثون عن مظلمة الآن، ليس هناك مظلمة أنهم يعني مظلمة 94 والعهد والاتفاق، هذا اتفاق والمجلس يسيطر على الجغرافيا ولن يعترف بعبد المنصور هادي الحالي، ولا والإصلاح والشرعية وبقية الشمال هم من التنظيمات الإرهابية ومن الغزاة. أعود إليك سيد السقلدي، الآن في حار تعلقل تنفيذ الاتفاق، ما الذي لا يزال بيد المجلس فعله؟ في نهاية المطاف يعني أكثر ما يمكن للمجلس فعله قد وصل لفعله في الحرب التي خاضها على الحكومة في أغسطس الماضي، ما الذي يمكن عمله أكثر من ذلك في نهاية المطاف؟ لا زالت المهمة كبيرة والتحديات أكبر أمام المجلس الانتقالي، فهو محاط والقضية الجنوبية محاطة بخصوم كثير ويستهدف من كل الجهات، من كل الجهات بدون أدنى شك، وبالتالي المهمة كبيرة أمامه. وأتمنى على المجلس الانتقالي بأن لا يفرط بالقوة المسلحة التي بيده والقوة الأمنية قبل أن يتم وضع حل سياسي وحل عادل للقضية الوطنية الجنوبية. أما إذا تفرط بها فأعتقد أنه سيكرر نفس المأساة التي كررها الحزب الاشتراكي اليمني عندما دخل بنية سليمة وبعقلية مدنية أمام قوى قبلية، قوى متطرفة، قوى همجية، قوى تقليدية يعني لا تعير أي أدنى شك أي أدنى قيمة للدولة المدنية والدولة المؤسسات. فسيكون مصير المجلس الانتقالي كمصير الاشتراكي، ومصير الجنوب سيكرر نفس المصير الذي لاقاه عام 94. وهنا أتمنى على المجلس الانتقالي وأتمنى على كل الجنوبيين بأن يظلوا متمسكين ببندقيتهم بيد وقضيتهم السياسية باليد الأخرى حتى يتم حل قضيتهم قضية عادلة، قضية وطنية، لأن نحن أمام فرصة لا يمكن أن تتعوض على الإطلاق، أمام فرصة نادرة أن تتكرر. والتضحيات التي قدمت تضحيات كبيرة والتضحيات تستحق أن يتم مقايضتها بفعل سياسي وبفعل وطني لا يقل عن استعادة الدولة الجنوبية أو ترتيبات أخرى بما يخص الوحدة اليمنية يرتضي الشعب في الجنوب باعتباره الطرف الأكثر. يعني هم يستغلون الحالة التي فيها البلاد. تعسفاً. طيب. أعود إليك دكتور شمسان، هل يمكن الجميع يستغل الحالة حتى الإصلاح فهو يستغل الحالة تمام الاستغلال، فهو يكون هذه القوة وباستطاعته أن كان يقتحم صنعاء، ولكن عوضا عن ذلك اقتحم عدن، ولديه هذه القوة التي تمكنه باحتلال بيت المقدس وليس فقط طيب بيت الكومان. الإصلاح الآن غير موجود هنا، ليس هناك حد يدافع عن الإصلاح حتى ندخله في النقاش سيد السقلدي. أعود إليك دكتور عبد الباقي شمسان، هل يمكن الآن للسعودية سيد شمسان فرض تنفيذ الاتفاق بوصفها راعية هذا الاتفاق؟ دكتور عبد الباقي، هل يمكن للسعودية فرض تنفيذ الاتفاق بوصفها راعيته؟ لا أعتقد أن السعودية بعد كل ما قدمت، هناك تقريبا تقدير 7 مليار ونصف تقريبا أو 750 مليار دولار صرفت في هذه الحرب، هناك استراتيجية تقسيم اليمن وإضعافها والسيطرة عليها وتنفيذ السيطرة هي والإمارات. الإمارات دفعت أيضا، وستلاحظ هناك كلمات مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وهناك عجبني حديث لأحد الشخصيات الأمريكية، الإمارات لديها أجندة مع السعودية، أجندة مع الأمريكان وأجندتها الخاصة، وهذا كلام حقيقي. بالتالي ضيفك كان واضحا وصريحا وليس بحاجة إلى رد. لا، هذا المجلس ويعتبر ذاته هو الجنوب، والجنوب هو المجلس الانتقالي. شكرا. لن يفرط ب
الدعم، لان الامارات لم تغادر ولكنها اعلنت عن المغادره، لكنها ثبتت هذا المجلس بميليشيات ليس لها عقيده وطنيه. شكرا. وجدت هذه الشخصيات التي تجتر الماضي والامه وجروحه وغير قادره على الاتساق في مشروع وطني. القضيه الجنوبيه والمضرمه الجنوبيه، وهناك مظالم اخرى في تعز وفي اب وفي كل مكان في الشعب اليمني، كما هناك حوار وطني وهناك مخرجات حوار وطني وهناك حوار بالامكان ان نحافظ على سيابه اليمن ووحدته، الحديث عن غزاه وان الاصلاح، هذا كلها الاصلاح والتنظيمات الارهابيه والغزاه ولن نكرر التجربه، يعني ويتحدثون عن وكان الانتقال يحمل قضيه، هذا يحمل مصالح افراد، يعبر عن جماعة لديها كثير من الأمراض النفسية والعقد الذين يقرون الماضي. البلد يتشظى ليس إلى شمال. وضحت الفكرة دكتور، شكرا لك على تواجدك معنا. دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ الاجتماع السياسي كنت معنا عبر السكايب من أوترخت بهولندا، كذا الشكر موصول للسيد صلاح الصقلدي الصحفي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. في نهاية المطاف الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.